بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. لجان المقاومة تنظم احتجاجات واسعة بالخرطوم لتسريع تنفيذ مطلوبات الثورة. مجلس الأمن والدفاع يوجه ببحث ترسيخ مشاركة العناصر القانونية في القرارات الأمنية. البرهان والدب يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الخرطوم وإنجمينة. أهلا بكم. صعدت لجان المقاومة بمدن وأحياء الخرطوم المختلفة من احتجاجاتها تجاه الوضع الراهن، وواصلت اليوم الخميس إغلاق وتتريس عدد من الشوارع في الخرطوم، وأغلق الثوار شارع الحرية من ناحية السجانة تماما، فيما تم تتريس عدد كبير من شوارع أحياء الخرطوم. ودعا شباب للخروج في مناطق العزوزاب والشجرة، وردد المحتجون هتافات تطالب بتحقيق العدالة وتنفيذ شعارات الثورة حرية سلام وعدالة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وحل الضائقة الاقتصادية وإبعاد عناصر النظام البائد من مفاصل الدولة. وشدد الثوار على ضرورة تنفيذ ما جاء في المذكرات السابقة التي رفعت إلى الحكومة المدنية الانتقالية. وجه مجلس الأمن والدفاع بعقد ورشة عمل لتقييم الأحداث الأمنية الأخيرة بالبلاد للخروج برؤية علمية وأمنية وقانونية بشأن ترسيخ العناصر القانونية في اتخاذ القرارات الأمنية في التعامل مع التفلتات والأحداث الأمنية بجانب حفظ الأمن والاستقرار. ومن المقرر أن تعقد الورشة بمشاركة الأجهزة العدلية والأمنية والتنفيذية والأكاديمية والإعلامية والفعاليات الشعبية والجهات ذات الاختصاص. وتعكف وزارة الخارجية على الترتيبات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. بدأت صباح اليوم بجوبا جلسات التفاوض بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية الشمال جناح الحلو بحضور فريق الوساطة بقيادة المستشار تودقلواق. أعلنت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو انسحابها من جلسة المفاوضات التي عقدت صباح اليوم الخميس مع وفد الحكومة المفاوض. وقالت الحركة في بيان إنها تعترض على رئاسة وفد الحكومة المفاوض. وأكدت الحركة التزامها بمنبر جوبا التفاوضي ومواصلة التفاوض في إطار الجهود ومساعي تحقيق سلام شامل وعادل في السودان. احنا الآن الليلة مع الحركة الشعبية بقيادة عبد الحلو ونواصل جلسانا مع أخواننا في مسار دارفور تكرار أمنية، ونحن نحن نتصل للتفاهم. رفعنا جلسة تشور من جزء من الأمور، وبكرة نرجع لجلسة مع أخواني في الحركة الشعبية يكون في تنسيق بيننا في كل النقاش الموضوع والأجندة، ونواصل جلسانا بكرة إن شاء الله مع أخواني في الحركة الشعبية. استقبل الرئيس التشادي إدريس دبي بالقصر الرئاسي بمدينة أم جرس، استقبل عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له. وتناول الرئيسان في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأطلع البرهان شقيقه دبي على سير مفاوضات السلام الجارية بجوبا واتفاق السلام الوشيك، وقدم شكر وتقدير السوداني للدور التشادي في دعم عملية السلام واستضافتها للاجئين السودانيين، كما أشاد بالتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في المنابر الإقليمية والدولية. زيارة أخوية في إطار التعاون والتشاور للهموم المشتركة. من خلال الزيارة قدمنا التهنئة للسيد المشير ولدولة تشاد بالعيد الوطني، وأيضا للتكريم اللي ناله من المجلس الوطني. كذلك نقف مع تشاد في تصديها لمحاربة كل الجماعات الإرهابية. الزيارة تطرقت لأوجه التعاون المشتركة وتناولت الأوضاع اللي بتهم البلدين، العلاقات السياسية والاقتصادية وكل علاقات اللي بتهم الدولتين. اقترح السودان تعديل الاتفاق المرتقب بينه ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة بعد 10 سنوات من نفاذه، وتمسك بموافقة الأخرى في مسودة الاتفاق التي أرسلها إلى الاتحاد الإفريقي.
وطلب رئيس جنوب إفريقيا الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي بوصفه رئيس الوساطة في سد النهضة، طلب من السودان ومصر وأثيوبيا مده بمسودات الاتفاق من كل دولة على حدة بهدف تجميعها في اتفاق واحد بمشاركة الفرق الفنية للدول الثلاث. وتضمنت المسودة بندا للتشغيل السنوي الذي يحدد المدى التشغيلي الطبيعي بالتنسيق مع الدول في بداية العام وأثنائه، إضافة إلى احتوائها ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف. أصدرت والي نهر النيل آمنة أحمد المكي القرار رقم 74 لسنة 2020 بإنهاء تكليف أسامة مجذوبة بكر من وظيفة المدير التنفيذي لمحلية بربر، كما أصدرت القرار رقم 75 لسنة 2020 بتكليف الطيب الشريف محمد بمهام المدير التنفيذي لمحلية بربر، وأصدرت الوالي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإنهاء تكليف كمال الدين حسب الجابو مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد وتكليف عوض الكريم الأوين عوض الكريم بتسيير أعمال الإدارة العامة للشراء والتعاقد لحين إخطار آخر. أقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي خلال زيارته إلى محليتي الكومة وأم كدادة، أقال المديرين التنفيذيين للمحليتين بل المديرين التنفيذيتين للمحليتين ومهندس المياه بأم كدادة، ووجه الوالي بصيانة وتأهيل المرافق الصحية ومرافق المياه وتوفير الخدمات الأساسية. وقال عربي إن أولوياته بعد السلام هي قضية معاش الناس، مبينا أن ولايته غنية بمواردها لكنها غير ذات عائد. وتناول عربي فرص تحقيق السلام الذي بدأت بشائره تلوح في الأفق، مؤكدا أن السلام الاجتماعي هو الأساس. أولويات طرحها والي شمال دارفور خلال زيارته لمحليتي الكومة وأم كدادة، في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الاجتماعي ومعاش الناس ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالاستفادة من موارد الولاية المعدنية والزراعية والحيوانية لتحقيق الرفاهية لأهل الولاية. نحن بنعيش في سلام، وإن ما يتم التوصل إليه سياسيا عبارة عن تتويج لحالة اجتماعية واقعية نحن عايشينه، فليكم التحية. أولوياتنا بعد هذا السلام وفي أثناء الوصول والبحث عن السلام، نحن بنتكلم عن معاش المواطنين، عن المعاش بتاعنا. نحن عارفين وواعين ومدركين إنه البلد السودان ككل بنعاني من أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اقتصادية طالت في المقام الأول أكلنا وشرابنا ووقودنا. إذا كان السودان كله بيعاني من المشكلة دي، نحن في شمال دارفور بنعاني منها بشكل مزدوج. توجيهات مباشرة أصدرها الوالي خلال تفقد المرافق الصحية والتعليمية ومرافق المياه بمعالجة كافة قضاياها وتذليل المعوقات، وهو ما عده كثيرون بداية جادة لخدمة قضايا المواطنين الحياتية. الزيارة هي في إطار تفقد أحوال المجتمع الموجود والمواطن الموجود في ظل ظروف معقدة جدا للشعب السوداني، وإحنا نفتكر في يوم من الأيام إن شاء الله حنحقق شعار ثورة ديسمبر المجيدة وحنقدم ما هو كان مطلوب، لكن ده ما بيبقى وما بيتأتى إلا من خلال التفقد والزيارات الميدانية والتفاصيل الكثير الموجودة. تشكل مرحلة كبيرة في عملية دفع التنمية بالولاية. تلامس مشاكل محليتي الكومة وأم كدادة أكبر دافع للوقوف مع حكومة الولاية لتنفيذ برامجها لتطبيع الحياة ومعالجة الاعتلالات والاختلالات التي شهدتها السنوات الماضية. فبنتمنى منه إن شاء الله يقدم للمضررين من سيول من منظمات العون الإنساني الدعم والسند إن شاء الله. وعد الوالي بالمضي قدما في تنفيذ أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة. رضا وجدته زيارة التفقدية لوالي شمال دارفور إلى محليتي الكوم وأم كدادة باعتبارها بداية جادة نحو البناء والتعمير وتركيز الخدمات الأساسية بما يحقق الحياة الكريمة لأهل الولاية. ياسر آدم حسن، ولاية شمال دارفور.
قالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف إن الآثار في السودان تواجه خطر الفقدان والتدمير في ظل التعديات المستمرة عليها بسبب التمدد العمراني، مبينة أن موقع صوبة شرق الذي يمثل الأثر الوحيد المتبقي لدولة علوى المسيحية بالسودان يتعرض للدمار بسبب هذه التعديات. وأوضح ذلك لسونا طه بشير مسؤول الإعلام بالهيئة العامة للآثار والمتاحف، وقال إن الموقع تتمثل أهميته في أنه يعد الموقع الوحيد المتبقي من مملكة علوى التي امتد حكمها إلى العام 1504 وانتهى بقيام السلطنة الزرقاء تحالف الفونج والعبدالله، وموجود في أحد عواصمها صوبة شرق وقري. وأكد أن الموقع عبارة عن بقايا دير ورهبان، وقال طه إن الموقع المذكور يقع في أراض تغول عليها مواطنون عن طريق الحيازة. قال قائد الفرقة الثالثة مشاه بشندي اللواء الركن حمدان عبد القادر إن القوات المسلحة هي الضامن الأول لأي تغيير دستوري وسياسي بالبلاد، قاطعا بأن أدوارها ومواقفها الوطنية في تاريخ الثورات السودانية أكبر دليل على ذلك. وأضاف حمدان خلال احتفالات قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي بفعاليات العيد 66 لقوات الشعب المسلحة التي تضمنت تقديم عروض وفقرات عسكرية وثقافية وتكريم المحاربين القدامى والمتفوقين والأمة المثالية، أضاف بأن القوات المسلحة السودانية لن تحيد عن قوميتها ومهنيتها وسمات عقيدتها القتالية، قاطعا بأنها ستظل الحارس والحامي الأمين لحياض وتراب الوطن. وأكد حمدان أن الفرقة الثالثة مشاه بشندي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في قدراتها العسكرية في مختلف محاورها الحربية. القوات المسلحة هي الحصن الحصين لهذا البلد، القوات المسلحة هي الصخرة التي تكسرت فيها كل سهام الأعداء، القوات المسلحة هي فتية وهي قوية بماضيها التليد وحاضرها المشرق. هذه القوات المسلحة لها القدح المعلى في كل التغيير الذي يحصل في السودان، إذا كان تغيير سياسي أو تغيير إنمائي أو تغيير للأعلى، وما شهدناه من معارض لمنظومة الدفاع المنظومة الدفاعية. عرض الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق وفيه عقب الفاصل. دورة تدريبية لرفع الكفاءة والارتقاء بالعمل في إدارة الإنتاج الحيواني. أهلا بكم من جديد وإلى جولة عالمية وعربية نبدأها بهذا الخبر. قال وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إن دولة الإمارات قدمت طلبات مشروعة للحصول على طائرات F-35، وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات. وقال أنور في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، قال إن طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات، مضيفا أن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران احتجزت سفينة مسجلة في دولة الإمارات دخلت مياهها الإقليمية هذا الأسبوع، وأضافت أن خفر السواحل الإماراتي قتل صيادين إيرانيين اثنين في اليوم نفسه. وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اتفاق الأسبوع الماضي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، عدو إيران اللدود. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان وزارة الخارجية قوله يوم الاثنين احتجز حرس الحدود الإيراني سفينة إماراتية وطاقمها بسبب إبحار غير مشروع في مياهنا الإقليمية. وأضاف البيان أن الإمارات اعتذرت عن الحادث، وأن إيران استدعت القائمة بالأعمال الإماراتي في طهران بعد الواقعة للمطالبة بالإفراج عن الصيادين والقارب المحتجز.
قال الجيش إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين تشتبه في أنهم كانوا يحضرون لهجوم على سيارات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن فتى فلسطينيا قتل. وقالت متحدثة باسم الجيش إن القوات أطلقت النار على فرقة إرهابية لكنها ليست لديها تفاصيل عن حالة أفرادها. وقال مسؤولون فلسطينيون من الصحة والبلدية إن القوات الإسرائيلية قتلت محمد ضامر حمدان مطر 16 عاما وأصابت فلسطينيين آخرين بجروح. وأصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا تنعي فيه القتيل، وكان الشبان الثلاثة بالقرب من طريق يستخدمه المستوطنون اليهود عندما أطلق الجنود النار عليهم. في أخبار الاقتصاد، سجل الجنيه السوداني هبوطا جديدا أمام الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان اليوم الخميس. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود ارتفاع في أسعار شراء الدولار في تداولات اليوم، وتراوح سعر الشراء ما بين 176 إلى 177 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 175 جنيه. ونوه عدد من المتعاملين لباد نيوز إلى وجود طلب متزايد على شراء العملات الأجنبية، وأشاروا إلى إقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية في محاولة منهم للحفاظ على قيمتها وتجنبا لاستمرار تدهور الجنيه خلال الأيام المقبلة. شدد وزير الثروة الحيوانية المكلف الدكتور عادل فرح إدريس حرص وزارته على التدريب الموجه للعاملين لرفع الكفاءة والارتقاء بالعمل. جاء ذلك لدى افتتاح الدورة التدريبية لإدارة الإنتاج الحيواني في مجال الإنذار المبكر بالوزارة. وأكد عادل فرح أهمية التخطيط السليم بدراسة المواقف والمخاطر البيئية التي تؤثر على الحيوان وإدراكها في مراحل مبكرة لتلافيها ومعالجتها، مشيرا إلى تداخل العمل وأهمية معرفة المعلومة لإدراك الخطر. وأضاف أن سياسة الوزارة خلال الفترة القادمة الاهتمام بالتدريب والبحث في كيفية إدراك المخاطر لإنقاذ مشاريع الثروة الحيوانية بالبلاد. شهد والي ولاية جنوب كردفان دكتور حامد البشير إبراهيم بمقر أمانة الزكاة بكادوغلي شهد تدشين السلة الغذائية لصالح الأسر الضعيفة من المواطنين المتأثرين بالحرب والنزاعات القبلية. ودعا الوالي ديوان الزكاة بتسخير كافة الإمكانات وحشد الدعم للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين. ومن جهة أخرى، رأس الوالي الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الولاية والذي جاء لتقييم الأداء العام في محاور التنمية والخدمات الأساسية وجهود السلم المجتمعي. رياضيا، تفاجأ مجلس إدارة نادي المريخ اليوم بأن اللاعب خالد عبد المنعم النعسان لم تتم إعارته وإنما تم شطبه من كشوفات الفريق. وقال مصدر بارز في المجلس إنهم تفاجأوا بأن النعسان مشطوب ولم يعد لاعبا في المريخ. ولفت المصدر إلى أنهم سيحاولون خلال الأيام المقبلة التفاوض مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للمريخ بعد انتهاء العقد. في ختام عرض الإخباري من قناة الشروق، تذكير بأبرز العناوين. لجان المقاومة تنظم احتجاجات واسعة بالخرطوم لتسريع تنفيذ مطلوبات الثورة. مجلس الأمن والدفاع يوجه ببحث ترسيخ مشاركة العناصر القانونية في القرارات الأمنية. البرهان والدبي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الخرطوم وإن جمينا. نهاية عرض المساء الإخباري قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق. أشكر لكم طيب المتابعة. في الختام، تحيات فريق العمل وتحياتي، في أمان الله.